الخير مشاهدينا، واهلا بكم في تاسع ايام شهر رمضان وبحلقه جديده من برنامج سهريه. كالعاده برنامج سهريه حيكون فيه فقرات متنوعه، واكيد عندنا موضوع في الحلقه حتقدروا تشاركونا عليه. اليوم حنتكلموا على الامنيات اللي حققتوهم واللي خاطركم تحققوهم، اكيد حتشاركونا فيهم عبر هذا هو السؤال اذا اللي باين على الشاشه. لكل شخص امنيه يحلم بتحقيقها، شاركنا امنيتك في حلقه اليوم من برنامج سهريه. تقدروا تشاركونا عليه هاشتاج تويتر او على تويتر على هاشتاج سهريه بالتاء المربوطه، ولا على اللايف ستريم على الفيسبوك او البوست المخصص على الفيسبوك لبرنامج سهريه على صفحه 218 تي في، وايضا على انستغرام في البوست المخصص لبرنامج سهريه. لكن اولا نرحبوا بزملائنا ونبدو بالشيف منى. اهلا منى. مرحبتين بك وصحة فطورك وصحة فطور الشباب وكل مشاهدينا، ومرحبتين بكم اكيد في حلقه جديده. يعني واضحه اليوم منى من المطبخ، اكيد في اكله حنتعرف عليها من خلال الحلقه. عصام مساء الخير. مساء النور عزاد، منور اكيد اليوم وانت وباقي الشباب اللي معانا في الحلقه. نحب نقول لكل المشاهدين والمتابعين اللي يشوفوا فينا تو اكيد على الفيسبوك او تويتر او انستغرام يقدروا يتفاعلوا معنا على موضوع الحلقه، ويتفاعلوا على موضوع الحلقه بهاشتاج سهريه، وان شاء الله حنرد اليوم على معظم تعليقاتكم. مش حنقدر نلحقوا عليها اكيد كلها، لكن حاولوا اليوم نردوا على جل التعليقات. وايضا محمد طيب، مساء الخير محمد. مساء النور أزاد، ومساء الفل لكل من يتابع في برنامج سهرية يعني في ليلته الثامنة. اليوم مجهز لكم لعبة مختلفة وجديدة، الحكاية بدت فيها تحديات وفيها عقاب، فاليوم مجهز لكم لعبة الجمهور اليوم حيدعمني فيها. أنا بنقول أصلا أنا محمد طيب يتحلف فينا من تحت قبل الهواء، يعني قبل ما نبدو قلنا اليوم في عقوبات وفي ربي يستر محمد مفروض. المهم بعيد عادي، اي عقوبه انت بعيد انا موقع عليها، مش بس معي بس استوديو معي. حنشوف بس خلينا نشوفه عبير. مساء الخير على محمد وعلى عصام وعلى منى وعلى ازاد ومنوره بالازرق. احنا اليوم تاسع يوم رمضان، ما زلنا معاكم رغم هذه الظروف اكيد في زمن كورونا، لكن نعيش معاكم في اجواء حلوه بمواضيع حلوه باسئله حلوه وبالعاب حلوه، فاكيد صحه فطوركم قريب صحه سحوركم. اكيد طبعا عبير اليوم حتكون عندها لعبه، ومحمد طيب عندها لعبه، فاكيد عبير لعبتها لطيفه وهيك زيها. يا محمد سهله شفتوا محمد. محمد اليوم موضوع اطرحناه للحلقه ان لكل شخص فينا عنده امنيه، يعني اكيد في اماني تحققت وفي اماني ما زال نبغى نحققوهم. شو رايك انت في الموضوع هذا؟ والله شوفي، في ديما يصير في نقاش حول موضوع الفلوس، يقول لك ديما الفلوس هي اللي تحقق جميع الاماني يعني في حياتنا. انا نتفق مع الناس اللي تقول الكلام هذا 90%، يعني زمان ممكن نتفق معاهم 50% كون انا ممكن الصحه ما لهاش علاقه بالفلوس، الاولاد والسعاده ما لهمش علاقه بالفلوس، في هلبة حاجات ما لهاش علاقه بالفلوس، بس في عصرنا الحالي للاسف 90% الامنيات لها علاقه بالفلوس، حتى الصحه بترتبط بالفلوس. الاماني لا تتعلق بالفلوس، ممكن جزء منها فلوس لكن مش كلها طبعا، في مجهود في تعب في هلبة حاجات. ايه ولكن انا قلت اني بنحكي بواقعيه شويه، 90% بدت حياه العالم هذا ترتبط امنياتهم بالدخل. عكس زمان يعني الناس لولا ممكن الجيل اللي قبلنا واللي قبله ما كانتش ترتبط هلبا لان في حاجات تعوض، لكن في عصرنا الحالي بديت زي ما قلت لكم حتى الصحه تبي فلوس، حتى تكوين اسره يكون يبي فلوس. محمد عبير حالي ما تحب تعيش ايامات الابيض والاسود، حتى لما اعطيتها قالت الزمن رجعتك للابيض والاسود، فاعطت علاج علاش ان الامنيات ما تربطش فيهم بالفلوس يعني. ما نعرفش عبير لو هي ممكن ان هي ما تتفقش معي انا في مساله ان الفلوس تحقق كل الاماني، بس الجمهور هم اللي قرروا اليوم يعني اكيد هم شنو امنياتهم، يعني هل امنياتهم ترتبط بالفلوس ولا ما ترتبطش، ويحكون على امنياتهم اللي حققوها يعني في الوقت السابق. منى شو رايك انت، هل الامنيات ترتبط بالفلوس ولا هي الامنيات ممكن تتحقق من غير العامل المادي؟ بصراحة محمد عنده حق، نحن خلينا نحكي بواقعية،
كل واحد فينا شباب وأكيد أزاد تبقي معي في الشيء هذا ما عنده طموح. كل حد عنده طموح حابب يحققه والطموح صعب صعب انك انت تحضر اي شيء انك انت ما تتعبش عليه وتحاول انك انت تحصل كيف انك تشتري الشيء هذا او انك انت توفر الشيء هذا الا بالفلوس. مش بمعنى انك في حياتنا فلوس، لا طبعا في اشياء ثانيه مكمله، بس برضو يعني واحد يسعى وفعلا الفلوس يعني شيء مهم. واو طبعا عصام واو منى والله شوفي هم كان نشوف الناس يعني توا حسيتك من بعض التعليقات اللي قاعد على سؤال الحلقه على صفحه القناه يعني امنياتهم بسيطه جدا. يعني انا توا اكثر من تعليق توا احنا نقرا الكم متعلق بتعلم اللغات، يعني اكثر من شخص يقول انا امنيتي اتعلم اللغه الفلانيه او ندرس تخصص معين، يعني غالبيتها في الدراسه وتعلم اللغات. فعلا يا محمد هي ممكن المادة لها دور في تحقيق الأمنيات لكن مش بالقدر الكبير. أنا أشوف فيها أنا قلت 90% يعني في عصر زمان ممكن كانت الفلوس نقوله من 40 إلى 50%، بس في الألفية الثالثة بدت الفلوس توصل إلى 90%. زي ما قلت لكم بدت حتى الصحة للأسف متعلقة بالفلوس وحسب حتى الشخص حتى حسب الشخص، يعني حسب كل واحد أمنيته. في اللي أمنياته بسيطة يتحقن بشكل عادي، وفي اللي أمنياته وطموحها كبير يستحق فعلا أن تكون عندها فلوس. لكن لو قرينا شوية من التعليقات على سؤال الحلقة بس تأكيدا على كلام محمد، حتى أنت قلت أنه في ناس بيقروا لغات، يعني اللغات لو كنت أنت تقرأ في اللغة في بلدها الأم اللي هي محتاج أنت فيها تكلفة مادية حتتعلمها بطريقة أسرع وأسهل وممكن أفضل، يعني فهذا يرجع للعامل المادي اللي فعلا هو مهم جدا في تحقيق الأمنيات. تمام، لو نقرأ بس بعض التعليقات اللي جتنا اليوم. يلا. في وردة من الماضي، هذا على سؤال الحلقة طبعا اللي موجود على صفحة القناة كيف ما قلنا. وردة الماضي قالت عارفة مش حتقروا تعليقي، قرينا تعليقك اليوم. أمنيتي هي نتعلم لغة إنجليزية وفرنسية وألمانية وبرتغالية، ما شاء الله تعلم كل اللغات ونكمل ماجستير ودكتوراه في تخصصي وهي إدارة أعمال، وبعدين نقرأ تصميم أزياء وتكون عندي ماركة باسمي ونشتغل في باريس. أمنيتي هذه حس فيها مستحيلة. هي مش مستحيلة لكن ركز على شيء واحد مش تنجح. هي وردة الماضي صح. في من في كوكا فيتوري حتى هي قالت أول حاجة صح فطوركم منورين شباب، أمنيتي الحق نتكلم أو نتعلم اللغة الإيطالية واليونانية، نحب اللغتين هذينا إن شاء الله تعلميهن قريب. في أم مصباح قالت أمنيتي هذه أمنيتها أو طلبها بسيط، قالت أمنيتي نتعين في الدولة، يعني حتى العمل اصبح امنيه توا في ليبيا. طبعا هنا في شباب بلكي توقفوني الراي، في حاجات نسعوا لها المفروض ما يكونناش اماني، والاماني اعتقد ان الشيء اللي يكون فيه شويه صعوبه، يعني اعتقد ان اللغه مش صعبه. اوكي ممكن نتمنى ان نتعلموا العديد من اللغات، هذا ممكن تعتبر اماني. نتعلم لغه واحده او مش صعب ان نشتغل مكان معين أكيد. حنقروا مجموعة تعليقات مع محمد من تويتر. محمد مزبوط في تويتر في مجموعة كبيرة أزاد من التعليقات يحكوا على الأماني. في يسرى تقول حتى تحقيق أمنيتك لازم تكون عندك واسطة، وحتى تكون عندك واسطة لازم يكون عندك فلوس، فأعتقد أن هي تتفق معي أنا أكثر. وانا نقول يعني هذه وجهه نظري يعني الخاصه، مش شرط ان هي تكون شيء صحيح، بس انا قلت نحكي بواقعيه اكثر اليوم. زيكو يقول اتمنى في وقت ان تختفي الكورونا ونشوف عائلتي واصدقائي سالمين، هذه امنيته اللي اتمناها تصير. بس متامل تقول الصراحه امنيتي نقرا الطب لكن منطقتنا لا يوجد بها، وهذا الموضوع متعلق أيضا للأسف بالفلوس. أوتار تقول أمنيتي حفظ القرآن الكريم من ظهر قلب، وهذه أمنيتي الوحيدة في حياتي. أعتقد أمنية مش صعبة أوتار، وخاصة في الشهر الفضيل. طبعا محمد الكورونا فلوس العالم كلها ما قدرتش توجهها، يعني قاعدين عجز لحتى والعلم إنه هو يوجد لها حل. هذه واحدة من أمنيات اللي ما قدروش الناس يحققوها بالفلوس، يعني حتى أغنياء العالم في ناس انصابوا بهذا المرض وتعبوا منه.
فأكيد زي ما قلت أنت هي مش 100%، هي نسبة كبيرة جداً من الأماني معتمدة فعلاً على جانب المادي. بس حتى نحكو من جانب آخر أزاد، يعني في الأول قلت 90% يعني 10% منطقين، في حاجات إلهية أو حاجات صعب تحقيقها بالمادة، ولكن اليوم في أزمة كورونا في هالبناس الناس اللي محوشة فلوس وعندها فلوس ما تضررتش زي الناس اللي كانت بالدخل اليومي اللي ما اليوم مش قادر توكل صغارها. فأيضا حتى الكورونا اليوم شوفي أثرت على الأشخاص اللي دخلهم محدود أكثر من الأشخاص اللي عندهم مادة. صحيح، يعني بالضبط، لأن بدون معاش قادرين حتى يعيشوا بشكل طبيعي زي ما كنت تحكي محمد. هنشوفوا تقرير شباب ونرجع نشوفوا منى شنو بتجهز لنا اليوم. تقرير يحكي عن الأمنيات وتحقيقها، وهل هي طريقها حتكون دائما مفروشة بالورد أو حتكون فيها مصاعب. نشوفوا التقرير ونرجع نتكلم على الموضوع. من صغرنا تعلمنا أن نحلم ونحارب لتحقيق أحلامنا. زمان في المدرسة كنا ديما يسألوا فينا شن تبي تولي لما تكبر، وكانت أمياتنا مختلفة من دكتور لمهندس لطيار للاعب كرة قدم. كبرنا وكبرت أحلامنا، منها اللي تحقق ومنها اللي ما زالت أمنيات، والزمن أكيد كفيل إنه يحققها في يوما ما، لكن أكيد يد واحدة ما تصفقش، لأن الإنسان لازم يجتهد لتحقيق أحلامه. الحياة عمرها ما كانت مفروشة بالورود، ولا عمرنا مشينا على بساط أحمر في الطريق لتحقيق أحلامنا وأمنياتنا. بالعكس، العثرات والمطبات دائما موجودة، ولكن الشخص الذكي والطموح واللي يملك العزيمة هو بس اللي يقدر يتجاوز هذه الصعاب ويحقق أحلامه. إحنا زينا زي كل البشر في العالم، نجتهد يوميا ونحاول نفكر برا الصندوق لتحقيق أحلامنا. وإنت شن هي أميتك اللي تحلم إنك تحققها؟ إذن الأماني ما تتحققش بالساهل، يعني الإنسان لازم يشتغل، مش يقدر يوصل لهدفه، مش يقدر يحقق الحاجات اللي أحلم بيهم. نشوفوا بعض تعليقاتكم على الفيسبوك. شهر زاد منير الهدير قالت أمنيتي نتعلم اللغة الفرنسية. تحياتي أزاد، تحياتي شهر زاد أختها سلسبيل. عسولة مامتها مرحبتين بكم، أنا جيتكم وأمنيتي والله يقولوا أماني، أمنيتي ربي يحفظ ماما وبابا ونتمنى أن يحصلوا في زيارة الحج إن شاء الله يا رب، ربي يرزقهم وربي يحفظهم لك صديقتنا. الزوبي إبراهيم قلب التوفيق إن شاء الله للجميع. علين جيم جيم صحة فطوركم. الفرجاني الغالبي قال أمنيتي البلاد تهدى. أكيد كنا نتمنى أن ليبيا تكون في أحسن حال ممكن. هذه الأمنية اللي نتفق عليها جميعا احنا اليوم في الاستوديو ان ليبيا تكون في احسن حالاتها، صح ولا لا يا شباب؟ مزبوط أزاد. يعني في على تويتر في تعليق تعجبني بصراحة، من لو ننطق الاسم صح، بولتيليشن او بونوليشن، تقول أمنيتي الوحيدة اني نقدر نتمنى ونحقق امنياتي اللانهائية. لا نهاية هي. يعني الأمنية أن هي تحقق كل الأماني اللي في حياتها كلها. خلونا نمشوا لمنى. منى مساء الخير. مساء الورد. منى شني اليوم الشيف؟ منى شني جاهزين؟ حسي لا، وبكرة إن شاء الله حتى هي أنا حنكون الشيف يعني. على فكرة تتفقوا معي أن منى وإبراهيم يأخذوا العلامة الكاملة في القيافة في المطبخ. آه ديما. اليوم أزاد الشباب طبعاً هي حاجة اسمها هي زبدتاج حنقطعها شرايح حنحشيها. طبعاً كل حد فينا نوع يحشيها حسب ما يبي. أنا حنحشيها زيتون وجبنة شرائح مبشورة وهريسة، مش حابة بصراحة أحشي شيء ثاني، يعني ممكن شوي كسور، وبعدها حنلفها تمام نديرها زي الرول، وحنديرها في بيض ودقيق او دقيق وبعدها بيض وخبزه ملحيه، وبعدها حنقليها. طبعا قبل ما نقليها بس حنثبتها بعواد الاسنان
الخشبيه عشان ما تفتحش. هنشوفوا كوردون بلو منى اليوم يبي يلبى الشغل بالحق لان حتتبل وحتحط الحشوه وحتلفها وحتقليها، فاعتقد انها حياخذ منها وقت. تقدري تبدي منى او انت باديه اوريدي مجهزه؟ انا مبدئيا يعني حاطه صدور الدجاج العاديه وفي اللي متبلتها اوريدي، انا متبله ومجهزه يعني الحاجات المبدئيه. يعطيك الصحة يا منى. الله يسلمك يا رب، تسلم. عصام شكلك عندك، حنتبع كل خطوات منى، يعني كل ما تكون في خطوة جديدة حنشوفوها معك. عصام من بكري شاد التليفون، اعتقد انها في هلبة كومنتس. فيها صح الحق، فيه ناتاليا اسماعيل حتاعي نفس، انا ماسك طبعا سؤال الصفحة المحطوط من العشية تقريبا. فناتاليا اسماعيل قالت صح افطرك بشباب، امنيتي هي ان يعم السلام في ليبيا وترجع كما عدناها ان شاء الله. يعم السلام في ليبيا هذه اكيد امنيه كل الليبيين مش امنيتك بس يا ناتاليا. فيه ميمي خالد قالت نكون عازفة جيتار وان شاء الله نحققها. امنيه هيالي ما هيش صعبه يعني، تقدري تحققيها يا ميمي، وجميل جدا روح الجيتار اكيد لو تعلمتي. فيه متعلقه بنفسي قالت حلمي ناخذ دوره في مجال الاعلام ونحضر الماجستير فيه وينتهي كورونا ونرجع لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. يا رب حقي امنيتك هذه، اعتقد امنيه العالم كله اكيد يعني ان تنتهي كورونا وترجع الحياه طبيعيه. طبعا انا اليوم في واحد في تعليق على الفيسبوك لايف يمثلني وبقوه من رنو ابو كيل، قالت امنيتي نلف العالم. انا ممكن هذه من الأمنية الوحيدة أن أنا خاطري فيها بجدياتنا أن نشوف كل دولة في العالم، يعني أني زرت هلبة دول لكن مازال محمد أعتقد أن أنا لازم نزور البرازيل من كتر ما أنت وعمار تحكوا عليها أن هي حلوة. هلبة 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 أمريكا اللاتينية ما عمريش مشيت لي ولا دولة فيها، بس لازم نزورها لأن اللي انقلتهون عليها هلبة حلو الصراحة. طبعا أكيد، وأنا يعني اليوم عبير مجهزت لكم لعبة علي أنا ففيها تفاصيل شوية على الموضوع عن البرازيل وأسئلة عن السفر. أنا أكثر دولة طبعا بأنا بخصوص حكينا على الألعاب، يعني في على تويتر هاشتاج سهرية بتال مربوطة، في زكريا الجريدلي قال لكم هي الألعاب وين؟ يستنوا في الألعاب الناس مستعجل زكريا. أكيد بعد الفاصل حنبدو بأول لعبة، لكن خليكم جاهزين شباب، حنكملوا مع منى والألعاب بعد هذا الفاصل. لكن قبل ما نطلع الفاصل مشاهدينا تقدروا تشاركونا في موضوع حلقتنا لليوم بأمنياتكم اللي تحلمكم أنتم تحققوهم على هاشتاج سهرية على تويتر وعلى إنستغرام وكذلك على الفيسبوك، سواء على البوست الخاص أو على البث المباشر لحلقة اليوم من برنامج السهرية. فاصل قصير وراجعين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم في حلقة اليوم من برنامج السهرية واللي خصناها للحديث على الأمنيات وعلى الأماني اللي تحققت والأماني اللي ما زال ما تحققتش. طبعا أغلبيتكم اللي يحلم أنه هو يكبل قرايته، واللي يحلم أنه هو يتعلم لغات، واللي يحلم أنه هو يسافر، واللي يحلم أنه هو يزور بيت الله، والأمنيات تتعدد والطريق لها واحد هو جد والاجتهاد. ومجموعة كبيرة من المسجات مشاهدينا قاعدة تجينا على السوشيال ميديا، لكن خلينا نذكركم بسؤال الحلقة من جديد. لكل منا أمنية، في منكم حققوها وفي منكم مازال ما حققهاش ويحلم إنه هو يحققها، يا ريت تقدروا تشاركونا فيها على هاشتاج سهرية على تويتر أو على الفيسبوك وعلى الإنستغرام. اليوم معنا شباب زملائنا أكيد محمد طيب وعبير وعصام ومنى من المطبخ اللي قاعدة تجهز في الكوردون بلو. عصام أنت أزاد من محبي الكوردون بلو صح؟ صحيح نحبها هلبنة،
يعجبني هذا الميكس بين جبنة ودجاج يعني بشكل غريب ولذيذ فعلا يعني تحسي منى تحسي منى تخدم بضمير صراحة منى نفسها حلوة على الماكلة يعني احنا مجربين اكل منى ومنى اكلها حلو فاعتقد انها هي حتخدم الضمير. الميزة اللي عندنا وعندكم الشباب ان كل ما تصير اكلة هنا في عمان نقدر نمشي ناخذها على المول البرازيل بالصابالية الباقي سهل يعني انا كان من نصيبي اللازانيا الحلقة اللي فاتت اخذت صينية لازانيا يعني اليوم نقدر نمشي لمنى بعد الحلقة ناخذ كوردون بلو هذا علاش هذا علاش اليوم في لعبة حيكون العقاب وخيم عليك يا أزاد لأنك أكثر واحدة مستفيدة من الألعاب مستفيدة من فقرة الطبق شنو أزاد مبدئيا بنقول لك بس بدي خلاص حطيت الحشوة أوكي لأنك الدجاج فحنلفها وحنبدأ شوي أخرى في القلي أوكي تمام محمد لو تشرح لنا قواعد لعبتك اللي جديدة والعقوبات طبعا أنا لما بديت في بداية رمضان جبت لكم لعبة اسمها مصلحة العامة كانت لعبة بسيطة تعتمد فقط بس على التعاون الجماعي واكتشاف الشخص اللي قاعد يسرق من ميزانية الدولة فكنت نحاول قدر الإمكان يمكن نرسيكم على بر حلو الحكاية لقيت إن الجماعة يجيبوا لي بألعاب فيهم عقاب وفيهم حاجات صعبة فاليوم أنا معلي الليفل شوية ومدخلكم على لعبة جديدة اسمها الاختيار الصعب الاختيار الصعب هذا يكون اختيارنا سهل بالضبط طبعا احنا كلنا في حياتنا مروا احيانا بخيارات صعبه وما نعرفوش وين شنو هو الشيء اللي نختاره طبعا الجمهور لازم يشاركونا اليوم لكن اليوم الاختيارات الصعبه حناخذكم لاشياء فانتازيا شويه زي ما نتابعوا فيها في الافلام والمسلسلات والبرامج لما فعلا ينحط الشخص في مراهنه على حياته وحياه الاشخاص اللي محيطين به شنو الخيارات الصعبه اللي حيتخذها اليوم حلو. طبعا تشوقت اللعبه ممتاز كل مره حنختار فيكم شخص والشخص هذا بالحظ يختار شخصيه حتعرض على الشاشه في الاختيار الصعب على حسب الشخصيه حنساله السؤال يا اما تجاوب بصراحه على السؤال يا اما تقول باس لو ما تعرفش الشخص اكثر شخص فيكم قال باس وما عرفش يجاوب هو اللي حياخذ العقاب اليوم معناها لازم تجاوبه قدر الامكان شنو العقاب صراحه معناها اليوم قول العقاب لا مش حنقول لكم يعني في النهايه كل الشخص اللي بيعلق واللي قال باس اكثر شخص هو الشخص اللي بياخذ العقاب اليوم تمام اوكي هاشتاج العقاب اليوم حاول قدر الامكان والجمهور طبعا بيجاوبوا على الاسئله اللي نسالها حتى الثانيه خيارات الصعبه حتى هم بيجاوبوا بصراحه تمام جاهزين بما ان ازاد اليوم فرحانه بالماكله وبالمطبخ خلينا نبدا بك انت يا ازاد علاش انا لانك فرحانه بالمطبخ وتغيري فينا ابدا الكبير الكبير ابدا بعصام محمد لا لا نبدو بازاد يلا ازاد يلا كنترول اعطينا ال لا من قال لك عصام كبير من قال لك عصام كبير لحظه بس نقطه النظام يلا ازاد انت تقولي ستوب حتوقف الشخصيه ان شاء الله يا رب يطلع لي لا كازا دي بابيل ستوب ذا بيرج The Purge طبعا هذا فيلم هذا فيلم امريكي معروف يحكي على ان في يوم واحد كل اربع سنوات في امريكا او كل خمس سنوات في امريكا له الحق الشخص انه هو يدير جريمه وما يحاسبهاش القانون عليها هذا فيلم معروف هلبا باربع اجزاء وانشهر تمام ما نقدر دقيقه بس قبل ما تبدا تسالني نقول الناس يساعدوني لان ما نعرفهاش لا 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 مش حنسألك على الفيلم مش يعني حتسألني على الفيلم على الموقع لا لا لا, لا. يعني هذه الشخصية هي اللي حتسألك السؤال على منطق هذا الفيلم تمام شكلها تخوف يا محمد ماشي طبعا السؤال يقول لك يمكنك ارتكاب جريمة لن يحاسبك عليها القانون شن هي الجريمة أزاد اللي حترتكبيها على الهواء اليوم تكوني صريحة وتقوليها أو تقولي باس نرتكب جريمة ما يحاسبنيش عليها القانون ما يحاسبكش طبعا لازم تكون جريمة وخيمة يعني تصل إلى القتل إلى السرقة فلازم تعلني على الهواء لو إن القانون مش حيحاسبك على جريمة شن هي الجريمة حتى ترتكبها أو تقولي باس وتقعدي مع الأشخاص اللي بياخذوا عقاب الخطف من تخطفي أي حد هذه مش إجابة كاملة لا ما بنكمل مش إجابة كاملة
نخطف اي حد ضايقني بننتقم منه نين بنحط روحي نين القانون. لا هذه مش اجابه ازل، لازم تحددي شن هي الجريمه بالتحديد او تقولي باس. والله بنخطفك انت شكلي على عقاب متاعك اللي بدك. لا 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 باس معنا. يلا مش حندير جريمه اكيد. لا مستحيل مش حندير. خلينا نشوف اشوفوا تعليقات الناس. عصام في ناس ممكن ترتكب جريمه لو ما حاسبهاش القانون. في حد جاوب او شارك معنا، في اميره قالت انتحار لان حنكون ميته ما فيش حد حيحاسبني القانون مش حيقدر يوصف فيا. اوكي. وفي لولي قالت جريمه القتل. في يا ساتر يا ساتر قتل خشين على القويل. بنت محمد قال جريمه القتل بسبب الدفاع عن النفس. تبرير هذا. الإحسان على تويتر قالت القتل أني أكيد مش عارف اليوم شكل الناس بتنتقم جديات. زيكو ناصر تقول باز، يقول باز. وزكريا القريت اللي قال نطلع هجرة لإيطاليا. أوكي في أي طيب هذا إيه عصام؟ إيه قالت بالنسبة الجريمة اللي بنديرها أنك نضمت معبي كتير عصام. حنرجعولك. في تعليق من حمزة العرفي قال نفجر البرنابيو، حتى ننفجر البرنابيو لأن نحب برشلونة. خلي تقعد الكامب نو بس في إسبانيا. لا خلاص انت قلتي. إيه أنا قلت بس أنا جريمة ما جريمة ما نديرهاش محمد حتى ولو طيب. في الخيال يعني. اوكي بالضبط. هيا نمشوا لعصام هالمرة. عصام ان شاء الله شخصيتك تجيك حاجة هيك أبلغ هيتا ولا تجيك حاجة سهلة شوية. تعالوا نشوفوا. يلا مخرجنا اعطينا الشخصيات وعصام هو اللي يقول ستوب للشخصية اللي حتسألها سؤال في الاختيار الصعب. يلا عصام. ستوب. لاكازا دي بابا. لاكازا. البروفيسور. طبعا هالبنات تابعوا هذا المسلسل اللي يحكي على مجموعه من المجرمين يعتبروا هاربين من القانون ولكن يبوا يخنبوا فلوس ويبوا يساعدوا الناس البسطاء او زي ما احنا نقولوا يبوا يديروا معادله زي روبن هود يعني الشخص السارق الطيب. صح. فحنمشوا السؤال بروفيسور ليك انت عصام. يقول لك احد اقرب الاشخاص ليك من هو؟ سمينا اقرب شخص ليك. سهلة عصام. لا مش هذا السؤال، هو لازم يقول لنا أقرب شخص ليه من هو. أوكي. عصام أقرب شخص ليك. أعتقد عنده مشكلة عصام محمد. عصام ما يسمعش فينا. حنرجع لعصام بعد شوية. أزاد نمشوا لعبيد. عبيد محمد. تسمع فيه يا عصام؟ اسمع. نسمع فيك. تمام. طيب أقرب شخص ليك من هو؟ محمد. من محمد؟ محمد حفيظة. محمد حفيظة. أوكي. لو كان محمد حفيظة هو مسؤول على بنك واكتشفت أنه يقوم بالتحايل على الفقراء في أخذ المنح والقروض وطلبوا منك أنك توقعه في فخ بأنه هو يسرق من هذا البنك، هل توافق أو ما توافقش؟ لا ما نوافقش طبعا. ما توافقش يعني حتى لو كان هو شخص محتال الشخص القريب ليك؟ لا بس عاود لي لانك. طيب حنعاود السؤال. لو كان هذا الشخص اقرب شخص ليك هو مدير لبنك وهذا البنك يتحايل على الفقراء والمساكين، طلبوا منك انك انت تسرق اوراق من صديقك او اقرب شخص ليك باش تثبت بانه هو شخص مجرم ويسرق الفقراء، هل حتسرق المستندات وتخون صديقك او لا؟ لا لا مستحيل. يعني عادي يسرق الفقراء؟ ما يجيش يا عصام حتى لو كان صاحب. خلاص عصام جاوب الاجابه هذه صراحه حنعتبروها جاوبك مش صراحه. وش رايك هو الو ازاي تسمعي فينا؟ نسمع فيك. انا مش عارفه سؤالي حسيتها سهله. انا سؤالي انت تقولي ديري جريمه يعني ما لازم نقول باس. هي على الحظ ما هو تجي. خلص ما زال حظي حلو في راوند ثانيه ما زال صح ولا ولا واحده وخسرت وخلاص.
والله على حسب الوقت البرنامج، خلينا نمشي لعبير بعدها نقرا تعليقات الناس. تمام يلا يلا، لان فيها بعض تعليقات على تويتر مش قادر نشوف. ايه يلا نشوف الصور لعبير. يلا يلا مش نشوف الصور. قولي ستوب لو طلعوا الصور. قولي ازاد قولي لها ستوب. ستوب لا حاجه سهله ازاد. من يا دراكولا شنو الصورة اللي طلعت أزاد؟ أنا مش قادر نشوفكم. حتى أنا ما نعرفهاش. أنا نعرفها الشخصية هذه. ليش ساعدونا من الشخصية هذه؟ بالأنمي يا أوكي. أنمي أوكي ريوكو شخصية. أوكي طبعاً هذا. هذه شخصية معروفة في الأنمي، هي عندها كتاب مذكرة الموت. هذه المذكرة، هذه المذكرة لو تكتب فيها أي اسم شخص في هذا العالم يموت بعد 5 دقائق من كتابة اسمه في المذكرة. تمام؟ فسؤالي لك يا عبير، لو كانت عندك هذه المذكرة أعطينا اسم شخص الثلاثي اللي حتكتبيه في المذكرة واللي حيموت بعد 5 دقائق، أو تقولي باس. نتمنى يموت يعني. بيموت، بتكتبي اسمه في المذكرة حيموت بعد 5 دقائق. اسمه يتكون من بلد من 3 أسماء، لازم تذكريهم على الهواء أو تقولي باس. صراحة ما نتمناش الموت لحد يعني. كان الإنسان شرير أو ضار أو أي شيء في الحياة. انضمي إلى الباس، معناه انضمي إلى الخاسرين. محمد عليك. خلينا نشوف تعليق. في هلبة تعليقات. أزاد لو شوفوا تعليقات. على تويتر في مجموعة تعليقات لو نشوفوهم محمد على تويتر. يلا. في جوري موسى تقول محمد اللعبة إجرامية. والله يشوف هم اليوم هم داروا لي لعبة صعبة، فاليوم جبت لهم لعبة أصعب. تمام كلها إجرام. في ماب قالت نكتب اسم دونالد ترامب. ماب هي كانت صريحة، هي هيك في وجهة نظرها. تمام في زكريا قال لا فكنا من الفتنة يا محمد. والله هذه الاسم اللعبة الاختيار الصعب. قول باس باش نستمتع اليوم بالإبداعات الزملاء في العقاب. زيكو قال ما عنديش اسم ممكن نكتبه، وفي هلبا أشخاص قالوا ما عندناش اسم شخص ممكن نكتبوه. في بولتشين قالت نكتب الكورونا. ممكن صح، بس هو قالها شخص مش فيروس. مزبوط. لولي لولي نمشوا ليمونة. يلا لولي لولي محمد قلت لك لعبتك شريرة بكل هذا الاختيار الصعب. وابتهاش تي ار قلت لك حلوه اللعبه يا محمد. اوكي نمشوا لمنى. يلا يلا منى. طبعا زي ما قلت لك ازاد انت اللي حتقولي ستوب لان ما نشوفوش في الشخصيات. اوكي يلا أوكي. منى ستوب. بلا فاهيتا. بلا فاهيتا. ما يهمك بقى جاتك في أبلة فهيتة يا منى. جاتك انت تعرفوها انتوا شخصية جريئة شوية. جدا. ما يعني المفروض ما تجيش يا منى مسكينة. يلا أبلة فهيتة اللي حتسألك السؤال يا منى وتقول لك بوحي بسر ما يعرفاش أي شخص إلا أنت، أو قولي لنا نكتة ولازم نضحكوا عليها. اختاري. لا لا نكتة صعبة. نكتة صعبة. حنقولي كم سر. في مرة من المرات في الابتدائية شفت عيالي معايا في المدرسة، أول في بداية الصبح يعني مازلنا كاسم الله كنت خاشين المدرسة، لقيتهم يضربوا من السور من الأوراق والبواب مش شايفهم بواب المدرسة، وحد شايفهم يعني. فأول ما انتبهت لهم عديت شندرت سيبت شنطتي وحبيت انتبههم حتى نازل قبل معني كيف بواب المدرسة. فرجعت للبواب فشافني قال لي انت مش دخلتي من شوي؟ قلت له لا ما انا شفت عيالي معايا يزبوا حبيت نجرب حتى نشعر، والصور كان عالي يعني. فوقتها بصيت على العيال وفي نفس الوقت يعني الحمد لله ما تعاقبتش. يعني هذا السر اللي ما يعرفه حد. ما حدش يعرفه اني انا قبت من على الصور. السر هذا يا هرابة المدارس. والله لو قلتي بقى نشوف تعليقات. شوفوا عندكم تعليقات ازاد. ايه اوكي. علي فوزي قال لك لعبه شريره يا محمد. حلوه لعبتك يا محمد من احباب الله. في هلبة يا قوي الذكاء قال لك علي فوزي وفيروس كورونا يتكلموا اكيد على ال. وبالنسبه لسؤال عصام احمد عز الدين قال
والله ما نوقع صديقي لو نموت، نفضل نموت ولا نوقع، لكن ننصحه ونساعده باش معاش يتحايل. طيب أزاد، لو كان عندنا وقت حنحطك أنت وعبير لأحدين اللي قلتوا باس، حطكم أنتوا زوز في آخر اختبار لو عندنا وقت، لو ما عندناش وقت أنتوا زوز بتتعاقبوا. عندنا أعتقد عندنا وقت، ما زال نكمل اللعبة صح ولا لا؟ ما زال عندنا 4 دقائق فيها، نقدروا ناخذوا السؤال تاني. طيب يلا أزاد اختاري شخصية. أزاد يلا نشوفوا الشخصيات. ستوب عشان البروفيسور. كويس بقى. اوكي البروفيسور من جديد، معناها سؤال جديد. انت حضرتي البروفيسور ولا ما حضرتيش؟ انا حضرت البروفيسور ذكي، نحب الناس الاذكياء اللي زي البروفيسور، يعني حللوا في الحاجات المحرمه قاعدين. طيب سؤالك يقول أزاد، لو كان احد اقربائك المقربين جدا كان شخص غير نزيه، يعني تعرفي انت بشكل شخصي انه هو شخص مش نزيه، تمام؟ اوكي. ورشح نفسه الى منصب كبير في الدوله، يعني نقولوا رئاسة الدوله او وزير واحده من الوزارات، وطلب منك انك انت توقفي ضده في السوشيال ميديا وتقولي بان هذا الشخص قريبي وانا نعرفه وهو شخص غير نزيه، هل حتوقفي ضده او حتلتزمي الصمت وتخليه ياخذ المنصب؟ لا حنوقف ضده، لان حتنزلي في السوشيال ميديا؟ حنوقف ضده في السوشيال ميديا، لان البلاد خط احمر، يعني لو هو في حياته الشخصيه بيدير حاجات غلط اوكي، لكن ان هو بيرشح روحه لمنصب وممكن يضر فيه ناس تانيين، لا حنوقف ضده وحنكتب في السوشيال ميديا. لو نفترض هي كانت اختك مثلا، اختك مرشحه روحها حتى لو كانت اختها انسانه مش نزيهه، لا حتى لو كانت حتنزلي في السوشيال ميديا حتقولي ان اختي يا ناسره هم انسانه مش نزيهه ما تصوتولهاش؟ لا طبعا حندير هو. لا بجديات، يعني نقول لك حاجه، انك انت تضر الناس شيء مش كويس، يعني حتى لو كانت اختي مستحيله حنرضى ان هي تكون هيك. انا نكره الناس الانتهازيين، نكره الناس اللي قاعدين يركبوا على اكتاف ناس ثانيين وقاعدين يستغلوا في مناصبهم لاعمال خاصه هيك. انا هما الناس ما نحبهمش وما يشرفونيش. هو منطقيا ما نظني ما فيش حد حيقدر يشهر بواحد من اخوته او اخته ولا اخوه، فهمت؟ ما أزاد بتهرب من العقاب، فهمت يا عصام؟ بتهرب من العقاب. لا هي جاوبت بصراحه، لانها لو كان انحطت في الموقف هذا مش حتقدر تنزل صوره اختها وتقول اختي نصابه. بس الحمد لله ان اخواتي مش نصابات، يعني فانا عادي، يعني نتكلم ب محمد. الوقت تم شكله، مش حنقدروا نلعبوا عبير. معناها عبير هي اللي بتاخذ العقاب. لا مش نلعبون. لا عبير. اعطيك حل سريع. محمد احفيظه نقدروا ناخذوها دقيقة واحدة. يلا على السريع، يلا نشوفوا الشخصيات. يلا على السريع عبير. شخصيات. ستوب. شوف شخصية سهلة. ستوب. هذا زي كاسبر شكله. شن هذا؟ سكريم. هذا فيلم سكريم الرعب المعروف. اوكي مضبوط، وهذا فيلم رعب يعني معروف. حصلت جريمة في استوديو العشية، والشرطة طلبوا منك بالإكراه تذكري اسم واحد من الأشخاص اللي حاليا موجودين على الهواء، هادو اللي هم أنا وعصام ومنى وأزاد، إنك تشكي فيه إنه هو ممكن يرتكب الجريمة بصراحة، خارج إني أنا مسؤول عن اللعبة. أوكي أنت معانا، لكن معاكم، لكن انا انسي موضوع اللعبه، نحكي لو صار فعلا حقيقه يعني جريمه قتل في الاستوديو، وقال لك الشرطه لازم تذكري اسم شخص، من اكثر شخص تعتقدين انه هو ممكن يرتكب جريمه في الاستوديو؟ تساليني انا او قولي بس جريمه. عصام. اي اسمه خلاص. بس ليش عصام يا عبيد؟ هذا حاجه عبيد. لا عصام. ايش قلت لك؟ انا بحكي يعني، هل عصام يبان عليه انه شخص ممكن يرتكب جريمه؟ لا بس عادي، كل ما كان الجريمه ما كانش نديرها فيك انت، كلنا كويسين مع بعض. يا محمد اليوم انت اللي ارتكبت فينا جريمه. جريمه. خايفين من العقاب متاعك، مستعدين نقولوا اي حاجه اليوم احنا. كاسه الدنيا في معقوله يعني، انت بتطلعي اختك بتشهد جهد ربها في الانترنت
وعبيد بتقول عصام مجرم وكل واحد أنا منى قالت إن هي نجزت في المدرسة من الصور محمد أنا حنجهدر حتى بنفسي باش ما ناخدش العقاب متاعك يعني مش بس أخرى هو يوم مش فايت محمد طيب أنا حنقولكم بأن نختم الفقرة هذه بأن ما فيش عقاب اليوم نبو نشوفوا الناس يقولوا لنا من هو أكثر شخص فيكم كان صريح اليوم يذكروا لنا الأسماء حنقروا آخر خمس أسماء على تويتر هاشتاك سهرية وآخر خمس أسماء في فيسبوك من هو أكثر شخص كان صريح في مجموعة اليوم بما أنه ما كانش في عقاب أوكي محمد الجمهور هو اللي يحكم أوكي حنشوفوا من اللي أكثر واحد كان صريح لكن خلينا نتعرفوا على موضوع عصام اليوم محمد اللي حاب يكلمنا فيه ما بين ما المشاهدين اختاروا خمسة أو اختاروا الاسم اللي كان أكثر صراحة كده أنا طبعا أوكي إلى موضوع عصام في خطوة اللي وصلت لها إن لفيته طبعاً حشيته وحطيت حتى الأعواد فتو المفروض إني أغرس نقلي أوكي تمام حلو يلا شوفوا عصام عصام اليوم جهزت لنا موضوع حتشاركنا فيه في حلقة اليوم من سهرية شنو هو الموضوع؟ الموضوع اللي جبته أنا اليوم هو التعاون الأسري وتقسيم المهام المنزلية في شهر رمضان بين الأسرة يعني بين بعضهم بين أفراد الأسرة بين بعضهم في عدة مهام طبعاً نحن عارفينها مهمة أو رئيسية في شهر رمضان بين الأسرة هي مثلاً التسوق وشراء حاجات الحوش تجهيز سفرة الإفطار غسل الصحون بعد الإفطار وتحضير الشاهي وغيرها من عادات هذه يعني أنا جبت الموضوع هذا بنشوف هل توا في الوقت الحالي مع استمرار الحجر المنزلي وفي فرصة يعني للمشاركة وتخفيف التعب على الأمهات وربات البيوت بشكل عام هل في مشاركة حقيقية من قبل مثلا الشباب أو حتى البنات لأمهاتهم في تخفيف تعب شهر رمضان فهذا الشيء يعني مهم خاصة نحن نعرف أن الأم كل الكيد يجي على الأم يعني بحد ذاتها فتوزيع المهام والأدوار بيكون شيء كويس وحتى الشباب اللي يحسوا بالمسؤوليه والبنات تحس بالمسؤوليه بان في مسؤوليه عليهم وحتى يجيب الود بين افراد الاسره بين بعضها ففي عائلات واجده ممكن تلقيش عندها بنات فتلقي الشباب يساعد في امهاتهم وفي عائلات عندها شباب وبنات لكن ربت عيالها على يتحمل المسؤوليه بانهم يشاركوا بعضهم في الشيء المسؤولية يعني داخل الحوش فأنتوا شو رأيكم؟ مظبوط عصام عصام أنا حنشاركك بصراحة في الموضوع بس حنقرأ بس مش نختم فقرتي أنا يعني حنقرأ على تويتر الخمس تعليقات اللي قالوا من الشخص الصريح آخر خمس تعليقات وأزاد تقرأ آخر خمسة باش يكونوا منصفين أنا الأسماء الأخيرة منى قالوا إن هي صريحة مرة وبعدين جوري موسى قالت منى بعدين محمد الدهيمينة قال منى كانت صريحة منى يعني. وميري مار قالت عبير أكثر واحدة حسيتها كانت صريحة وماب قال عصام ما فيش ولا اسم قال أزاد في تويتر آخر تعليقات أزاد كنتي مش صريحة آخر اليوم. تعليقات بهي أوكي آخر خمسة بنقرأ آخر خمسة على الفيس عسولة مامتها أزاد كانت صريحة عمر قال منى سرت المجد منى بيسو اف سليل قالت ازاد وازاد صريحه جدا ربي يحفظك من كل مكروه وكوكا كوكا قالت منى واحمد عز الدين قال ازاد يعني في اعتقد اعلى اسم هو انا نعترض يا محمد في ناس واجده ذكروا اسمي قالوا انا كنت صريح تو مزبوط تو عصام طوى بدت بوتينا كاتبة عصام يسرى قالت قريت اخر خمسه هو طلب مني نقرا اخر خمسه يسرى تو قالت عصام نقولكم انا خلاص انا الحكم انا نقول لان منى اكثر اسم انت تكرر قال انه صريحه انا بنرجع لموضوع عصام عصام انت ذكرت الموضوع اللي هو تقاسم المهام في في المنزل. في الاسره بشكل عام اعتقد بان يعني الدول المتحضره ديما ما نحبش كلمه حنين احنا عالم ثالث وما الى ذلك لان يعني حتى لو كنا في دول ما اللي هي سيستم الدولة مش متحضر لكن في عندنا عائلات قدرت إن هي تواكب الحضارة اللي موجودة في الدول الثانية منها ترتيب مهام الحوش أعتقد في زمن الكورونا اليوم دي في أكثر تعاون بين الرجل والمرأة بين الأخو والأخت لأن حس الشاب أو الرجل في فترة طويلة وجودها في الحوش بأنه فعلاً يعني مثلا ما عندهاش وقت يستثمر فبدي ممكن يتعلم طبخة يساعد أمه في موضوع معين ساعة في أخته فأعتقد في الزمن هذا من فوائده
ان تقاسم المهام داخل المنزل في زمن الكورونا. مزبوط. شو رايك عبير في الموضوع؟ نتفق مع محمد، ممكن من سنوات فاتوا ما كانش فيه تعاون بشكل كبير، كان ممكن الكيد على الأم أو على البنات بشكل كبير، لكن توا زي ما قال محمد يعني ليبيا منفتحت على أكيد على الدول العالم، ونعرف بأن في هلبا شباب برا بدوا يعتمدوا على أنفسهم، السيدات عاملات، فبالتالي ممكن أكيد في تقاسم أدوار بينه وبين الأزواج وبين الأبناء، فتعاون أكثر بصراحة في من سنوات فاتوا، وفي حتى في زمن كورونا زاد أكثر، يعني في مسؤولية، في إحساس ببعض، بدنا نحسوا ببعض داخل البيت أو حتى المسؤوليات اللي خارج البيت. يعني أنا أعتقد عصام أن موضوع المسؤولية بين العائلة هو مقتصر تقريبا على شهر رمضان، خاصة داخل المنزل، يعني زي الموضوع اللي دويت عليه. في الأيام العادية ما نشوفوش في العائلة الليبية أنها تتقسم المهام يعني بتاع المنزل، بس في شهر رمضان من قبل حتى أزمة الكورونا ديما نلقوا الأب يساعد والأخ يساعد، وممكن مثلا الأب يخش المطبخ ويساعدهم، والأخ ممكن يدير القهوة ولا يدير فروبيه ولا يدير حاجة بسيطة، يعني بحكم أنه أغلب أولادنا الليبيين ما يعرفوش يطيبوا الأكلات اللي إحنا نطيبوا فيها في رمضان، اللي هي المشقشقات والشربة وهيك، ممكن يكونوا يعني شاطرين في المكرونة وغيرها. السنة هذه ممكن زاد الواحد، نتفق مع محمد عبير إن أزمة كورونا خلت الناس أعتقد داروا بروفا على رمضان من شهر تقريبا، فتعودوا على الجو وعرفوا إن ممكن ساعات طويلة تقضيها في الحوش، مليك شيء لأنك تساعد في المطبخ، ممكن تساعد في تغيير ديكور الحوش، تساعد في الضمان، تساعد في هلبة حاجات، بس هي حاجة حلوة أعتقد إنه يعني ممكن إحنا كعرب مقتصر بس هذا على شهر معين، لكن أعتقد إنه في العالم الخارجي يعني في أوروبا وفي أمريكا أعتقد إنه كل شيء عندهم في قسمة وكلهم يشاركوا بعضهم في الأعمال اليومية في المنزلية. مزبوط مزبوط. أنا نبي نخش بموضوع سريع يا شباب، يعني في شجن الكتابة على تويتر تقول منى اللي حتفوز وهي دعمتك حتى في الطبخة يا منى على تويتر، ونبي نقول ملاحظة، يعني في هلبا ناس على تويتر ممكن ما نقروش في تعليقهم وناس نقروا في تعليقاتهم، لأن لما يكتب التعليق أكثر من مرة يعني عاودوا يبعثوا أكثر من مرة هاشتاك سهرية منطقيا حيطلع لنا أكثر من الأشخاص الثانيين، فلما الشخص يبعث تعليق واحد بس على تويتر فمرات يفوت وما نلحقوش نقروه. بس في تعليق على تويتر نبي نقراه من شجن الكتابة، قالت منى تفوز وقريب نسمي روحي ايات الفرطاس باش تقروا تعليقي حظي ونعرفه. هذا علاش علقت انا يا ازاز؟ ايات الفرطاس من متابعي البرنامج اللي تبعت في تعليقات، يعني عديد من التعليقات طول فتره الحلقه، وهي يعني من متابعي برنامج سهريه ومجموعه من الشباب والبنات، فلما تكتب تعليق واحد منكم ما نلحقوش نقروه، هذا علاش؟ خلينا نقرأ تعليقات المشاهدين من عصام على موضوعك. عصام لو في تعليقات جاهزات، بس شو رايك يا زاد نخلي المتابعين ان هم يشاركوا معنا يقولوا لنا شو هي المهمه اللي يقوموا بها في الحوض اذا كان عندهم مهام خاصه في شهر رمضان يديروا فيها، ونسال كل واحد فيكم عاده حتى قبل الكورونا شو المهام اللي كنتوا تديروا فيها الحوض او تعاونوا فيها في هلكم داخل الحوض في شهر رمضان. اذا في تعليق عجبني نبي نقراه، بس من الخالي قال اليوم جاتني بندير عمل خير وانا ماشي حولت بلوكه من على الطريق، بعدها نسمع في عيل يقول له حط العارضه دايرينها. طيب محمد، شو المهمه اللي انت كنت تدير فيها وقت ما كنت مع اسرتك يعني مع اهلك شهر رمضان؟ شو كنت متخصص انت؟ والله من غير مبالغه يعني زمان، يعني اخر فتره قعدت مع اهلي ممكن في سنه 2013 او قبل 2013، بعدها يعني سافرت وما عادش قعدت معاهم للاسف، بس يعني كنت نعاون في امي في اعتقد في كل شيء، ومثلا نعاون في بوي في تصليح حاجه في تركيب حاجه، لكن امي ديما نحب نعاونها مثلا في الحاجات، مثلا لما امي امي تحب تدير الرب في الحوش اللي هو من التمر، والرب صعب يعني، الرب مرات يحتاج 48 ساعه باش انه هو بيتختر، فيبي الوقفه ويبي العصر ويبي الحاجات زي هذه، فديما نحب كنت نساعد في امي في الحاجات الصعبه اللي فعلا تحتاج مساعده.
ربي يحفظها لك ويطول في عمرها. نرجع ونقرا مجموعة تعليقات لأن في تعليقات بدو الشباب. أحمد بيان قال أنا داري بالسيف يعني فيدير فيهم. احنا حنضطر نطلع فاصل حنرجع نشوفوا أكلة منى وين وصلت وحنقروا مجموعة تعليقات على موضوع عصام اليوم وهو مساعدة أو تقسيم المهام داخل الحوش. فاصل قصير وراجعين خليكم معنا مشاهدينا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج سهريه. اليوم موضوع حلقتنا لليوم عن الامنيات اللي حققتوهم واللي ما زلتوا تحلموا في تحقيقهم. عصام ايضا شاركنا بموضوع اليوم في الحلقه وهو تقسيم المهام داخل المنزل. تقدروا تشاركونا في ارائكم عبر هاشتاج سهريه على تويتر وكذلك على الفيسبوك على البث المباشر وعلى البوست المخصص لبرنامج سهرية وكذلك على الانستغرام وحنحاول نقروا عدد من التعليقات مشاهدينا. لكن خلونا ننتقلوا مباشرة لحوش زميلنا اسماعيل كمال ونتعرفوا على معلومة رياضية جديدة مع بعض. مساء الخير اسماعيل. مساء الخير عليك أزاد وعلي عصام وعلي عبير وعلي محمد وأكيد على كل شباب برنامج سهرية. أكيد اليوم موضوعنا حيكون منوع شوية لأن دائما في سهرية موضوع رياضي مختلف شوية وأكيد منى نستنوا منها أصلاً طبقة اليوم بالك نحصلوا منها سحور زي ما حتحصل أنت يا زاد. باهي خيرها رشتة كسكاس مش عجباتك ولا كيف؟ الرشتة يا إسماعيل الرشتة. الرشتة ما زال موضوعها مستوى. مش سوى موضوعها بس يعني وعدتك بها ما حتكون في السحور وعدتك بها على الهواء وانا وفيت بوعدي اليوم وعد الحر دينا عليك فعلا وفيت بوعدي كزاد لكن جيت في وقت انا ممكن ما حصلتش كيف ناكلها تو لكن اكيد لان مجربها معاك انا الرجله قبل هيك فاكيد الصوت دائما الصوت مش واضح بس زاد تمام يلا سوين نمشي مباشره للفقره اللي مجهزها لنا اليوم في برنامج السهرية. حتتكلم لنا على موضوع أعتقد غريب شوية مش موجود في عالم كرة القدم. بالضبط أزاد اليوم حنتكلم على أكبر لاعب محترف في كرة القدم في تاريخ كرة القدم. ممكن الجنسية اللي حتكلموا عليها للاعب اللي هو كاوازوشي ميورا جنسيته ياباني ممكن توا حيركز على الموضوع هو كويس محمد طيب لأنه ديما مهتم باليابانيين أكثر شيء وللمصادفة هو أول نادي احترف فيه كان كلامه هو سنة 1986 احترف في البرازيل مع نادي سانتوس البرازيلي ولعب مع بالميراس البرازيلي كان عمره 15 سنة. الوقت هذاك كان صعب جدا أي واحد يسافر من اليابان للبرازيل خطر يكون عنده موهبة وأيضا كان يكون عنده عقد احترافي رسمي للاعب كاوازوتشي ميورا. اللاعب هو كاوازوتشي ميورا مدد عقد الفترة اللي فاتت مع فريقه الحالي يوكوهاما إف مارينوس الياباني لمدة عامين جدد. الفكرة كلها أن عمره توه الحالي 53 سنة يا زاد 53 سنة ويلعب عقد احترافي لحد توه هذا رقم صعب جدا وخيالي في كرة القدم. كل اللاعبين اللي نتكلم عليهم حراس المرمى زي حسام الحضري في 2018 في كأس العالم كان 45 سنة لكن كلاعب ومهاجم وهداف زي كاوازوتشي ميورا اللي حنشوف الصورة توه قدامنا في الشاشة لاعب استثنائي والفكرة كلها استثنائية أنه قاعد لحد توه يلعب وممكن تناقشنا فيها قبل هيك في قسم الرياضة يا زاد أنا وأنت ومهند على موضوع أن لاعب زي هو قاعد كيف محافظ على نفسه في 52 و51 سنة لكن توه جدد عقده وعمره 53 يعني ما زال عنده نية يكمل هذه هي تقول ما يكبروش تقول كأن الزمن وقف بهم. إسماعيل نتمنى يعني بصراحة لو ميسي ورونالدو يكملوا للعمر هدايا على الأقل نستمتعوا بكرة القدم ولكن ما نعرفوش هل حيكونوا بنفس المستوى بعد 20 سنة ثانية لما يكونوا في عمر هذا اللاعب الياباني ولا حيفقدوا بريقهم يعني سؤال غريب احنا ديما نشوفه ان
زانيتي ممكن من اللاعبين اللي اعتزلوا كلاعب كرة قدم، يعني مش كحارس مرمى، اعتزلوا في عمر كبير بس كان مستواه ثابت طول فترة عطائه يعني مع الانتر. فأعتقد يعني 53 سنة وما زال قاعد يجدد في عقده. هو احترف في 86، أنا في عام 1986 ما زال ما كنتش منولدتش يعني، وما منعرفش حاجة اسمها كرة قدم، بس ما كنتش موجودة يعني أصلاً. فغريب غريبة القصة يعني، خاصة أن لاعبين كرة القدم عندهم متوسط أعمار معينة يعني، بعدها يعتزلوا ويتجهوا للتدريب ولا للتحليل ولا لغيرها. انت وتكلم يا زادة كوازيتشي ميورخ ده افضل لاعب في اسيا، افضل لاعب في قاره اسيا كلها سنه 1993، يعني تخيل الموضوع هذا قبل قرابه 27 سنه ولا اكثر من 27 سنه. قبل هيك كان احسن لاعب في اسيا وما زال قاعد مكمل لتوه، يعني اخر ثلاث سنوات قاعد يسجل في اهداف في الدوري الياباني وقاعد يساهم بطريقه انه مش لاعب بس، لاعب ومدرب في نفس الوقت، وفي نفس الوقت اللياقه بتاعه ونشوفه كيف يتحرك. قول عمره 25 سنه اللي هو العمر الافضل للاعب كره القدم، من 25 ل 28 سنه وما زال مكمل. بالنسبه لميسي ورونالدو لما تكلمت يا زاد توه، ميسي ورونالدو يتمرنوا صح ومكلتهم صح وكل شيء، لكن صعب جدا اول يكون زي لاعب استثنائي زي هو. لكن السر اللي توه نبي نعرفه، نبي نسال بيه محمد الطيب، لانه هو على درايه بالاكل الياباني وعنده هوايه دائما انه يدور في حاجات اليابانيه. هل الاكل الياباني وهل الرياضه في اليابان، هل التفاصيل كلها في اليابان لها دور ان كاوازوتشي ميورا يكمل لحد 53 سنه اللي توه يا محمد؟ سؤال محمد. متوسط عمر اليابانيين معروف في العالم، من أكثر الأعمار المرتفعة موجودة في اليابان، يعني الناس يعيشوا يعمروا يفوتوا حتى 100 في اليابان. ممكن ليه علاقة بسيستم حياتهم، ليه علاقة بنظام الأكل اللي يأكلوا فيه وهل بحاجات يعني في اليابان، لأن نعرف أن اليابان حتى مؤخراً لو تبي تشري مثلا احنا نقولوا حد مدخن يشري دخان له الحق مثلا احنا نقولوا في اليومين يشري باكو دخان، بس المحل ما يقدرش يبيع لك باكو دخان ثاني، فيحافظوا على صحه المجتمع بشكل كبير. اكيد تمام يعني. باب حلو. اسماعيل نرجع لك قبل ما نختم معك، نقول لك حاجه واحده بس، اعتقد ان خبرته في كره القدم تقدر تخليه مدرب ولاعب ومعد بدني ويقدر يكون حتى من جمهور. بالمناسبة أزاد هو توا عمره هو أكبر من عدد كبير من المدربين المتطورين توا في قارة أوروبا، زي بيكوتينو، زي غوارديولا، زي عدد كبير من المدربين زي الشباب مدرب اللي هم عمرهم مدرب لايبزيج أعتقد عمره 32 سنة بالضبط، اللي عمره 30 سنة ولا 32 سنة، اللاعب 32 سنة ناجلسمان مدرب لايبزيج اللي كان مدرب هوفنهايم في ألمانيا، هذا 53 سنة يعني قريب دبل عمره يعني إنه يكون مدرب، يعني أكيد. حالة استثنائية في عالم كرة القدم العالمية اللي هو من 1986 عندما كان عمره 15 سنة لحتى هو مكمل وشكله ما زال حيكمل يا زاد. أكيد شكرا لك إسماعيل، وملتقانا أكيد غدوة في فقرة جديدة مع زميلنا مهند نجم. تحية ليك ونواصلوا برنامج السهرية. شباب حنرجع نقروا مجموعة من الكومنتس لأن المتابعين زعلانين شوية، وبعدها حنطلعوا الفاصل. ما بين ما جهزتوا أنتم الكومنتس أنا نبي نسأل منى بس وين وصلت. يلا. أنا وصلت للنهاية كملت لأن الأكلة مش محتاجة وقت، في نفس الوقت ما درتش كمية. أيوة طلعي. والله حصلت سحور يا أزاد. طبعا ومن غير عقاب الحمد لله. أوكي نمشوا للتعليقات، نبدو محمد بتويتر. إيه نمشوا لتويتر. فاطمة تقول أنا شخصية متعددة المهام أو مالتي تاسكس بتاع كله، يعني تقريبا دير في كل حاجة بس يوميا، بس مش يوميا في الحوش. هذا بالنسبة لموضوع عصام اللي حكينا فيه. نمشوا إلى جوري موسى تقول المهام في رمضان للبنات في الكوجينة، الأم خبزة التنور وأعطاء الإرشادات، الأب القضية بصفة عامة، الأولاد تسكير الرأس والتعفليق، على حسب تعليقها هي يعني. نمشوا إلى تعليق جديد. لوفيا سالم تقول أكيد الهدف وطبيعة البلاد الصحية لها علاقة بالعولمة في اليابان. هي رجعت على موضوع عصام، يعني ليش مرات اليابانيين يكونوا معمرين أكثر أو يكونوا مبدعين أكثر في مجالاتهم، لها علاقة بالتربية وسيستم نظام الحياة اللي عايشين فيه.
نمشي نشوفه منى. منى تجري من الفيسبوك، شو رايك نقرا من الانستغرام لانه بالضبط. انا نبيك تجري من الانستغرام. اوكي. في اي اس اتش او قالت امنيتي اني اكون انسانه يفتخروا بيها اهلي او يفتخروا بيها هلا ونكون ناجحه. في الحاسي قال امنيتي نكون اشطر، هي بنت قالت امنيتي نكون اشطر واشهر محاميه. في نسيب كوين تقريبا حلمي نعيش في فرنسا ونكون مصممه ازياء. ما شاء الله. حلو. عصام والله في امنيات واجده، في منها بسيطه في منها تحس فيه شويه صعب. هي في رورو صحرون قالت صحة طوركم امنيتي ان ربي يرفع علينا البلاء وينتهي فيروس كورونا ان شاء الله امين. في سارة قالت نبي ندور ونلف العالم وهذه امنيتي اللي مستحيل تتحقق. لا عادي ممكن تلف. لا علاش مستحيل؟ لا ما تعرفش العمر طويل. اكيد. في زهرة البنفسج قالت صحة طوركم امنيتي ناخذ سيارة ونبدا نسوق موفقين تحياتي ان شاء الله يا رب. محمد وعمار ومنى وعبير شكرا لك. لولي قالت فيها امنيات غريبه وسهله بسيطه يعني اي حد يقدر يحققها. يعني لولي قالت امنيتي نركب طياره، بجد خاطري نركب طياره ونسافر. اكيد ان شاء الله تتحقق امنيتها. شباب قبل ما نطلع الفاصل بس في بوست او كومنت عفوا لفت انتباهي من دوسة الأسود قالت أمنيتي يكون عندي مبلغ كبير ونتبرع به للأطفال أو لأطفال المرضى السرطان. أمنية ثانية نضيف منى ونهدرز عليها لأني نحبها. أكيد أحساسك ونيتك وصلت يعني، وأكيد إن شاء الله ربي يشفي كل أطفال مرضى السرطان. اليوم نوجه لهم تحية لو كانوا يتابعوا فينا، وإن شاء الله رمضان الجاي يكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. مشاهدينا وشباب بعد الفاصل حنتكلموا على مسلسل سوق الجريد اللي ينعرض على شاشة 218، وحيكون في ضيافتنا مخرج وكاتب العمل سيد أبو بكر زين العابدين للحديث أكثر عن هذا العمل. خليكم معنا شباب. حلو. خليكم معنا مشاهدينا. فاصل قصير وراجعين. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم في سهرية، وحلقة اليوم حنكون فيها هلبة مواضيع، وحنتكلموا بعد شوية على مسلسل اكيد سوق الجريد. معنا اليوم الشباب منى وعصام ومحمد طيب وعبير، لكن انا عندي تحية خاصة نوجهها لاكيد صديقنا مهندس الديكور حميد المنصور اللي تابع فينا، يوجهنا تحيه خاصه. واحنا بدورنا نقول له تحيه. كل عام وانت بخير حميد، اكيد ينعاد عليك ونتمنوك تكون معنا اكيد زي ما كنت معنا في حلقات سابقه سواء من برنامج الصبح ولا من برنامج ليه وحشه يعني لفتره طويله ما شفناش على الشاشات، يعني نتمنى يكون ضيف سهريه في الايامات الجايه. أكيد تحياتنا لي. شباب مسلسل سوق الجريد بدأ الأحداث تتصاعد من حلقة لحلقة، عمل رائع بدأ بلاقي إقبال كبير في الشارع الليبي، أيضا في الحديث عليه طول في السوشيال ميديا. بعد شوية حيكون معانا كاتب ومخرج العمل الأستاذ أبو بكر زين العابدين، لكن شو رايكم نمشي نشوفوا مقاطع من سوق الجريد؟ شوفوا يا جماعه، نعم لازم تختاروا واحد يقعد شيخ للقريه وهلها
والسوق الجديد. نعم ضيف هنا مش جيل كمان بيجي نشوف في كم حد هنا. طولت يا جابر، طولت بغيبتك علينا. ما هو دي ما نغيب ونغيب ونجي، وش معنى المرة هذه؟ طلعت يا حنا للسوق، قلت نتكي عليك وانا مروحة. فيك الخير يا جزيل، سلمك سلمك. ارجع يا رجل، لا تخرفش علي يا موسى، ما تخرفش علي يا رجل. قلت لك مين يطلع؟ مين يطلع وبعدها باش تعدي تعطيهم الهلا وتقول لهم هذه مش شيخ مرعي. واحد فيهم جايب لي مزورة قمح وقفة تمر. يتودد عشوة يا نزيها يا نزيها، وإن شاء الله نشوف كساويها. ما تكثروا من الدوة وما تخلوا الصفيه يدير لسان بيناتكم. نحن اليوم هنا بيش نختاروا شيخ جديد للقرية. اليوم هذا تمر على تجار سوق الجريد هذا ما كله كويس، وتقول لهم بكرة العشاء عند الشيخ يوسف الراحي. حاضر يا شيخ. لحق على الصلاة يا الراحي، كل حاجة واتي. الله عندك سدادة جديد. هنيني يا ليل. حاضر، كن هيني ومتهني إن شاء الله. يا حذرين بلا مسخرة. نعم جايب مرسول للشيخ مسعود بروحه، إن كان يريد يخبركم به هذه بينك. ما عاد يريد حد يحكي لي على الشيخ إبراهيم وش يريد مرسول الوالي. وكان ينا مش كيف الناس، ما يحق ليش نشوف عمنا ماتك هو بيسعد. وليش ما تقولش أحلام؟ يكيد المشي نصباح وكيد الجي كان رايف. إذن هذه كانت بعض المشاهد من مسلسل سوق الجريد، أكيد تقدروا تتفرجوا عليه على شاشة 218 بعد أذان المغرب، يعني بعد من الأعمال اللي على المائدة. شباب، يعني عودة الأعمال الليبية من جديد، وأعتقد طريقة التصوير، القصة، الدراما الليبية وكأنها أحيت في من جديد، يعني في سواء في سوق الجريد، بعيدا عن الكوميديا اللي احنا ديما أعمال ليبية يعني تشوفها مرتبطة بشكل بالكوميديا أكثر من الدراما. يعني نتفق معك أسد، يعني السنة هذه كان في زخم كبير من الأعمال الليبية الدرامية خارج نطاق الأعمال الكوميدية، حتى الكوميديا كان بصراحة يعني مستوى ممتاز. مظبوط، في كم كبير من الأعمال الكواليتي بتاعها، الجودة بتاعها جدا رائعة، كتابة النص كانت رائعة، الممثلين أبدعوا هذا العام في العديد من المسلسلات الليبية وخاصة في مسلسل سوق الجريد. وأعتقد أن ليبيا هي صورة مصغرة لدول المنطقة، لو نلاحظوا أيضا منطقة الخليج وشمال أفريقيا يتجهوا شوية إلى المسلسلات هالنوع هذه اللي هي ترجع بالزمن شوية، التالي الناس تبي تعرف شن هي الأحداث الزمان اللي كانت تصير بين الناس، شن القصص اللي ما بيناتهم، شن الحبكة اللي كانت تصير بين العائلات ما بيناتهم. الأحداث حلو بالضبط. يعني شفنا مثلا أم هارون من المسلسلات اللي يعتبر مسلسل قديم ويحكي أحداث تاريخية قديمة مهمة في الكويت، وصاير عليه جدل اليوم في على السوشيال ميديا. محمد، هل نجاح باب الحارة اللي هي دراما سورية دائما رائدة في السنوات الأخيرة عكس الصورة بدنا نشوفها في شمال أفريقيا وفي الخليج، نشوفه في أعمال ترجع لتلك الحقبة يعني من الزمن؟ أنا نقول لك حاجة باهي، طبعا هو هذا السؤال يحتاج شخص ناقد فني أو ممكن حتى المخرج بعد شوية، مخرج عمل سوق جديد ممكن يشرح لنا أكثر الأستاذ حول هذا الموضوع، ولكن وجهة نظري الخاصة أن باب الحارة كان موسمه الأول والثاني
الى الثالث يعني كان طفره في 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 الاعمال التلفزيونيه وكانت تجذب كل المشاهدين بجميع اطيافهم وافكارهم خداهم الى زمن مهم بعدها اصبح تجاري اصبح مثلا عش مساله قصه بالضبط اصبحت فقط تجاري ان كل سنه يبوا يديروا جزء وهذا الشيء اللي منوش انه هو يصير ايضا في ليبيا يعني في في مسلسلات نجحت في موسمها الأول والثاني نتمنى أن هي تستمر بنجاحها ما تستمرش باسمها هي فقط وتعتمد على فقط على الجمهور والتسويق. الشيء المميز يا محمد حتى اللي حضرناه في مسلسل سوق الجريد يعني حضور ثلاث أسماء مهمة فنية نسائية في المسلسل اللي هي الأستاذة فتحية المحجوب ونجاة عطية وياسمين ورفلي ثلاث فنانات يعني قديرات وعندهم مسيرة طويلة في مجال الدراما الليبية. وفي ايضا اغنيه التتر بتاع المسلسل يعني فنانه اميره كلمات اللي غنتها الفنانه اميره واللي هي كانت كلمات فرج بالحمد والحان الموسيقار ياسر نصف محمود فاضافت ايضا للعمل يعني الاغنيه نشوف فيها يعني اضافت شيء ثاني للعمل يعني هو العمل جميل لكن زاد اخرى جماله بالاغنيه اللي غنتها اميره اكيد تحيا حتى النص النص نص كان مهم في المسلسل أكيد طبعاً. حسيت لو تقولوا لي إن السنة هذه رمضان هذا أعتقد إن في اجتهاد واضح يعني في الفن في ليبيا فنتمنى بجد إن هو يستمر بالشكل هذا برغم قلة الإمكانيات مع إن هي مش حكر دائماً نقولوا نحن مش حكر قلة الإمكانيات لكن في اجتهاد واضح في التمثيل وفي الإخراج وفي التصوير حتى في اختيار النص يعني. نقدر نسأل المتابعين أسد وعصام وعبير ومونة نسأل المتابعين يعني هل تابعوا مسلسل سوق الجريد وشن تعليقاتهم عليه وأيضا شن المسلسلات اللي تجذب فيهم أكثر في رمضان هل المسلسلات التاريخية القديمة أو المسلسلات اللي تحاكي الواقع في لحظتنا اليوم والمستقبل حتى محمد ممكن نشوف شن ذكرياتهم مع سوق الجريد يعني نحن ممكن ما عصرناش يعني سوق الجريد بالضبط لكن من فينا ما يعرفش سوق الجريد أكيد حنا ما بين ما بعتوا المشاهدين نبوا بس نعتذروا منهم إن كان مفروض اليوم يكون معنا مخرج وكاتب العمل أكيد الأستاذ أبو بكر زين العابدين لكن يبدو أنه في مشكلة في الاتصالات لذلك حنبوا نسمعوا رأيكم مشاهدينا عبر الفيسبوك على سوق جريد وكذلك عبر هاشتاغ سهرية بالتال مربوطة على تويتر عصام لو كان في كومنتس جاهزات معك في عندي وردة من الماضي قالت بالنسبة لمسلسل سوق جريد أول شيء شدني فيه هي الأغنية قريبة من القلب مسلسل حلو يدل على تقدم المسلسلات الليبية من سنة لسنة في ناس ثانية قاعدة تكتب في مسلسلات أخرى اللي هي مثلا كيف مسلسل شط الحرية على خنجر قالت نحضر دائما في شط الحرية لولي لولي قالت صاير حلو بجد ويحكي عن واقع الليبي الناس قالوا يعلقوا حتى على مسلسلات ثانية تعرض على قناة 218 لكن في حد مبدري ويبعث في الكومنت متاعه كان أقرأ له لأنه هو أكثر من مرة قاعد يكرر فيه لوكا بن شلوف قال أمنيتي أن يصاب السرطان بالسرطان ويموت فعلا يعني لان السرطان خلانا نفقد ناس عزاز واجد علينا مزبوط نمشوا الى تويتر عصام يعني اللي علقوا على مسلسل سوق الجريد وشين يتابعوا في رمضان هل يفضل المسلسلات التاريخيه او المسلسلات اللي تحاكي قصصنا اليوم في سند يقول الحق بصراحة حلو المسلسل لكن ما حصلتش وقت نكمل كل حلقاته لكن شفت منه شوية وإبداع بصراحة في سراج هارون يقول أني المسلسل ما حضرتاش إلا حلقة لكن نحب الأغنية متاعه اللي هو تتر المسلسل في سويت تقول للأسف ما تابعتش هذا المسلسل تقدروا مازال فرصة تتابعوا على اليوتيوب الحلقات اللي فاتتكم وترجعوا أيضا على الشاشة تكملوا الحلقات الجاية في الإحسان تقول برنامج قلبي اطمئن هو البرامج اللي قاعد نتابع فيهم حاليا وممكن مشهور حاليا في السوشيال ميديا هلبة ودعاء تقول للأسف ما حضرتش لكن الأغنية التتر هلبة عجبتني هو نعم المسلسل يا أزاد يعني في عارفة مجموعة حتى من الشباب يعني الوجوه الشابة جديدة يعني شفناهم وكان دور أدوارهم مهمة وعطوا للمسلسل وجه ثاني يعني بمشاركة الشباب اللي شفناهم ممثلين جدد يعني صاعدين فأكيد نوجه لهم التحية اليوم وكل كادر الفريق العمل في سوق الجريد
حتى المخرج هو شاب زين العابدين، من المخرجين الشباب الجدد يعني. صحيح عصام. منى لو في على الانستغرام تعليقات بخصوص مسلسلك الجديد جاهزيهم، بس نسمعوا هذه الرساله الصوتيه اللي جتنا على الواتساب، وتقدروا تبعتوا لنا رساله صوتيه على الواتساب على الرقم اللي حيطلع بعد شويه على الشاشه. نسمعوا اول رساله صوتيه لليوم. كيف حالكم يا شباب؟ صحه فطوركم. حبيت نشارك معكم في موضوع الحلقه. طبعا الامنية الوحيده اللي نتمناها ان شاء الله يا رب يعم الامن والامان في ربوع ليبيا، والأمنية الثانية طبعا إن شاء الله نمشي للحج، إن شاء الله نحصل فلوس واجد كيف ما قال عمار ونمشي للحج. مع تحياتي لك ونجاح الزويمة هديمة الكفرة. تحياتنا لك، نجاح أكيد زي ما قال محمد. طيب أن الأمنيات تحتاج لهلبة فلوس مش تقدر تتحقق. نسمعوا رسالة صوتية ثانية لو كانت موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلتكم سعيدة ومباركة وصح فطوركم. وبالنسبة لسؤال حلقة اليوم، شنو أمنيتك؟ أمنيتي أنا أني نسافر لليابان، وإن شاء الله يا رب تتحقق هالأمنية. معكم صفيه محمد سيد الفلي. هذه أمنية واحد معنا في الاستوديو أنه يسافر لليابان. نسمعوا رسالة صوتية ثانية. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، كيف حالك عليها وكل عام وانت بخير. نعاد عليكم ان شاء الله بالصحة، والله احنا ديما نتبعوا فيكم، والله فخورين بيكم. ان شاء الله ربي ما يحرمناش منكم. كل سنة وانتم طيبين، سلامي للشباب كلهم، سلامي لمبروك الصغير وجبوه معاكم، ومعاكم ايناس من الخمس. تحياتنا ليك ايناس. نسمعوا رسالة صوتية اخيرة في هذه الفقرة. مساء الخيرات عليكم شباب، علي ومحمد الطيب وأزاد وعبير، ديما منورين والله، ومشكرين واجد على البرنامج، برنامجكم حلو وروحكم حلوة جدا، والحق المفروض يكون ديما رقم واحد على مدار الشهر. رمضان كريم، وتحياتي لكم فاطمة الفرجاني. تحياتنا لك فاطمة الفرجاني. طبعا أكيد بتعليقاتكم على تويتر حنكونوا ترند رقم واحد في ليبيا زي كل حلقة. مع وتونا موضوع سهل، تخش تكتبوا هاشتاج سهرية بالتالي المربوطة وتعلقوا وتشاركوا معنا. محمد لو تتكلم بس ما نسمعش فيك. تسمع فيها توا؟ تمام يلا. يعني بوجه تحية خاصة لكل الناس هي اللي قاعدة تبعت لنا في رسائل صوتية وتعليقات على تويتر وعلى فيسبوك، واني نعرف بأن في هلبة ناس ما نقروش في تعليقاتهم، وهذا أمر منطقي. يعني لما توصل مثلا يوصلك في خلال الساعتين 10,000 تعليق، يعني مش هنلحقوا نقروا إلا ممكن 20 تعليق، فنعتذروا منهم ونعرف أنهم هم يتابعوا فينا، بس احنا قاعدين نقروا في تعليقاتهم في الفواصل وأيضا تحت الهواء، ونحاول قدر الإمكان نعطوا وقت أكثر للتعليقات ونعطوا وقت للالعاب. بس اليوم اعطونيش رايهم في لعبتي، يعني عجبتهم نوقفها ولا ما نوقفهاش؟ يعني لا قالوا لي نزيد نعلي الليفل ونوطي الحلقه الشريره. بس انا ديما نحس ان تعليقاتكم بالجمهور يحكم، مش انتوا عاد يا جماعه تهضم الوضع او لا. التعليقات نتاع الانستغرام ديما مهضوم حقهم زي ما قالت منى. منى لذلك نقرا مجموعه تعليقات من عندك من الانستغرام. تمام أزادية، بصراحة معلقين أو مجاوبين على سؤال حلقتنا لليوم على أمانيهم، فبصراحة حنبدأ بحاجة تقصني شوي. في موم أو إم أو إم قالت نتمنى نتلاقى مع بي تي إس ومع منى ونضحكوا على كل اللي موجودين أكيد في الكيبوب، لأني آرمي. في دكتور وندر تقريبا قالت امنيتي الاولى نختم القران، وامنيتي الثانيه سفر لبريطانيا عشان كمل دراستي. في نهان قالت حلمي يكون من اهم الاطباء، شطاره وعلم واخلاق. اخيرا كتعليق توا حنقرا في الاء يا صحف طولكم، امنيتي نكون من حضره اكيد القران الكريم ونبدا مصوره، وربي يرزق امي وابوي العمره والامان والامن اكيد للبلاد. امين اكيد. انا في بس تعليق لفت الانتباه على او نبي نقراه من الفيسبوك من اللايف من البث المباشر. ام عبد الغفار ادريس قالت انا بنتي هناء حلمها تقرا اعلام وتكون معاكم في الاستوديو، وان شاء الله تقروا تعليقي لانها تبكي عشان ما قريتوش تعليقي من بدري ندز. اكيد تحياتنا لهناء وتحياتنا ليك ام عبد الغفار، وان شاء الله هناء تحقق حلمها وتكون معنا في الاستوديو وتشوفيها في برنامج السهريه.
عصام شكرا وجهنا تحيه ونقول لها ان شاء الله يكون عندها مستقبل كبير يا رب. عصام ولا عندنا وقت شويه للتعليقات؟ عصام ولا محمد طيب؟ يلا نمشي لتويتر. عصام انا ولا انت؟ خلي محمد طيب. يلا يلا رد بالك عصام، رمى اللعبه من تاعي ما زالت مستمره في الحلقات الجايه. هبو تقول اني عجبتني هلبة لعبة محمد. ها في مناصرين ليا يعني. في كريستين تقول مليحة اللعبة وديروا أسئلة أقوى. في إسراء تقول أمنيتي نكون إنسانة ناجحة وقاعدة نحقق فيها أني نكون أفضل دكتورة أسنان وأفضل مهندسة. يعني هي تحب وظيفتين اللي هو الأسنان والهندسة فيعطيها الصحة. واحنا اعتقد خاشين في عصر جديد، عصر المالتي تاسك، يعني الشخص لازم يكون عنده اكثر من وظيفه مش وظيفه واحده. عماد برطوعي ايد في على اللعبه. الاحسان ايضا تايد في البتول تقول نتبع في موضوع عصام، نبي نوجه تحيه كبيره لبنات اختي فرح وتاتي اللي يساعدوا في أمهم ديما، قاعدين يشوفوا في البرنامج من بيوتهم ونقولهم نحبكم واجد. إذا هذا من البتول الضبيع تقريبا هيك الاسم، توجه لهم تحية. تحية ليها أكيد محمد. نمشي لفيسبوك عصام. أنا حناخد شوية من لايف فيسبوك. في نور إسلام قالت أكثر مسلسل رائج بين أهل مدينة زيتون هو سوق الجريد. وفيه في مهدي سلطاني قال سوق الجريد مسلسل رائع وابداع في تقمص الادوار للممثلين. تحياتي ليكم من تونس. هذا يحضر فيه من تونس المسلسل. في احمد عز الدين يقول لك ازاد نورتي السهريه وطلتك طله خاصه. في ناس تجي حتى على البرامج تقول الميزان من اروع البرامج. شمس الحسين أمنيتي، ما زال في ناس يتواصلين معنا على موضوع الحلقة. أمنيتي إني ننجح ونوصل للمكان اللي نبيه، تصدقوني معك من الأردن. هذا فكرتي أزد حقا تعليق أكيد. في ربا المعتز حامد. في ربا المسماري بس أمنيتها أن هي تكون عالمية رياضية زيني وبرضو تشتغل معي في نفس المكان ويا رب تتحقق. ان شاء الله تحقق الحلو لنا. في بنات بدو يقتحموا في مجال الرياضه واللي هي دائما كانت محتكره على رجال من قبل، وحتى يعني اول ما طلعت كانوا الناس مستغربين كيف بنت تدوي في الرياضه، وتقبلت هلبة نقد والحمد لله اليوم في بهلبة بنات حتى من امنياتهم ان يقدموا برامج رياضيه. وانا سعيده جدا بهذه النقلة النوعية اللي قاعدين نشوفوا فيها من بناتنا الليبيات. كمل عصام. في ناس مزات تعلق، في ناس تعلق بالذات على موضوع ان محمد يكمل في اللعبة ولا يوقف. شوفوا الناس يكمل ولا يوقف. امين البلسوس قال حلوة لعبتك يا محمد كمل. إذاك خالقي قال بالنسبة للعبة يا محمد روعة وكثر من الأسئلة الصعبة. يعني نعلي الليفل اكثر اخر علي يبو انت عارف يا محمد عارف. لولي قالت محمد لعبتك شريره وقفها. طيب معناها هني لازم نراجع تعليقات اليوم نسهر عليهم في الليل وندير حسابات. مالك عبده حتى هو قالك عجبتني اللعبه استمر. في ناس واجده يا محمد والله يبوك تستمر باي هدي الليفل انت، مش ضروري يعني الاسئله المحرجه تصير فيها لنا. والله جايكم الدور الجاي ان شاء الله في اللعبه الجايه. شو رايكم عز قال متى منوري ما تنسوش عقاب منى. شو رايكم شباب نمشي لي ماشي يسحبها خسرت. يلا ازاد نمشي لصديقنا معتصم اللي موجود معنا. معتصم مساء الخير. مساء النور والسلام عليكم ورمضان كريم ان شاء الله عليكم، وان شاء الله ربي يحفظكم ويعم الامن والامان على ليبيا. تمام معتصم، لو ممكن بس تركب الكاميرا شويه بس مش تكون الصوره اوضح بس. تمام الكنترول قالوا لي انها تمام. كويسه هيك تمام. معتصم حنشاركوك في فقراتنا اللي دوينا فيهم لليوم. حنبدو بامنياتك يعني اللي تحلم انك انت تحققها. والله الامنيات طبعا امنيات واجد ما ينعدنش نحسب الامنيات، لكن
بصراحة الأمنية متاعي هي حتكون على ليبيا، فهمتي يعني، يعني نبي نشوفوا بلادنا يعني أحسن من هيك، يعني خير من هيك يعني، يعم الأمن فيها كيف قبل، ونتريحوا الشعب كله يتريح إن شاء الله. إن شاء الله. وعصام فتح موضوع يتكلم عليه تقسيم المهام داخل البيت، هل تساعد في العيلة في تقسموا في المهام بيناتكم في حوشكم، ولا كيف الوضع ماشي في شهر رمضان يا معتصم؟ والله بالنسبة للمهام طبعا شبه كل حاجة ندير فيها بالكامل، يعني ممكن نساعد مثلا بالنسبة للمطبخ، مثلا العيلة يديروا في الوجبات الرئيسية نساعدهم، أنا مثلا ندير السلطة الشوربة حاجاتك تجهيزات، بالنسبة للتنظيفات مثلا الحوش في حاجة تبي تنظف أشياء حاجات كيف هيك، يعني أغلب الأشياء ندير فيها يعني في رمضان نساعد في العيلة بقدر الإمكان. ممتاز معتصم، وربي يحفظك، وأكيد نتمنى تكون معنا في حلقة تانية من برنامج سهرية وناخده وقت أكثر معك. قبل ما نطلع فاصل شباب، في تعليق من أحباب الله لأن عودتها أكثر من مرة فحبيت أن نشاركها فيه. قالت: عن نفسي أنا وأهلي في رمضان نتفرج على قناتكم 218، وأكيد سوق الجريد حلو وربي يوفقهم، وشط الحرية إبداع. أكيد شط الحرية أيضا، شط الحرية مميز جدا أزاد صراحة، شط الحرية نسبة مشاهدة كبيرة، دار بصمة، دار بصمة يعني في الدراما الليبية بشكل عام. وأعتقد بأن هو طبعا الموسم الثاني يعتبر لشط الحرية، لكن الموسم الثاني هو اللي برز فيه أكثر. اليوم قاعدين نشوف فيه مش بس ترند على 218، نشوف فيه يطلع خارج ليبيا، بدو هالبنات يتكلموا على اللهجة اللي تم استخدامها في شط الحرية أنها تشبه العديد من اللهجات اللي موجودة في العراق والخليج، فكانت قريبة هلبة للدول الثانية، ففي ناس من برا تحضر حتى خارج ليبيا، شيء حلو مبشر راح الدراما الليبية. يلا عبير جاهزين روحك، جاهزة في الحلقات الجاية على شط الحرية، حيكونوا معنا ضيوف من شط الحرية، لأن حنطلع فاصل قصير وحنرجع للعبة عبير اللي متعلقة بمحمد الطيب اليوم. فاصل قصير مشاهدينا، واستعدوا معنا لمعرفة بعض أسرار محمد الطيب. لو تقدر تنساني انساني، ماني مترجي ولاني جاي لك، خليني الله يخليني. لو تقدر تنساني انساني، ماني مترجي هاي هاي ولاني جاي لك، خليني الله يخليني. أكيد ما نقدروش ننساكم، زي ما قالوا زي ما قال الفنان الشاب جيلاني في تقدر تنساني انساني، احنا ما نقدروش نستغنوا عليكم، ما زلنا متواصلين معكم في سهرية في الجزء الاخير من برنامج السهرية، واللي حيكون فيه بعد شوية معنا لعبة عبير اللي حنتعرفوا من خلالها على زميلنا محمد الطيب. لكن ما فيهاش بأس، كان نذكركم في سؤال لحلقة سهرية لليوم، وهو لكل منا او لكل شخص امنية يحلم بتحقيقها، شاركنا امنيتك عبر هاشتاج سهرية على تويتر، وكذلك عبر الفيسبوك سواء البث المباشر البوست المخصص لبرنامج سهرية، أو على إنستغرام أيضا في بوست على حساب 218 TV على تطبيق إنستغرام، وحتلقوا بوست حلقة اليوم برنامج سهرية تقدروا تشاركونا فيه. أيضا تقدروا ترسلونا رسائل صوتية أو فويس مسج عبر الواتساب على الأرقام اللي تظهر على الشاشة، ونسمع أول رسالة صوتية لهذه الفقرة مع بعضنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين شباب وشابات على البرنامج أمنيتك السهرية اليوم، ومنور يا أخوي عصام وعمار، ونتمنى أنه ربي أمنيتي أنه ربي يصلح البلاد ونعيش في راحة أحسن من قبل. عيسى الحسناوي، تحياتنا في أمان الله، منورين، صحة سحوركم.
سلمك عيسى وصحة سحورك حتى أنت نسمع فويس مسج تاني. السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ديما على الخير متجمعين. نشكر قناة 218 على مناسبة الحلقة اليوم. أمنيتي بأن البلاد ما تقعدش فيها حرب والناس تقعد فرحانة. يا رب إن شاء الله يا ربي نقعدوا ديما فرحانين وديما سعداء وبعيد عن الحرب وبعيد عن المشاكل. نقروا مجموعة تعليقات من الفيسبوك. من أحمد عز الدين قال أمنيتي حاليا الأولى حج بيت الله، والثانية أنا نطمح لنكمل دراستي في جامعة أوكسفورد ونزور استوديو توي أنيميشن باليابان. أكيد أمنية مشروعة وأحلام مشروعة ممكن تحققها. روز أو رؤوس قالت إبداع شط الحرية، بنات الحلوات ممكن دايره ريبلاي على حد رضاك. خالقي قالت أمنيتي رئيسة ليبيا، ما فيش حد يعرف حاجة. إذا شباب معانا رحبوا بكم من جديد، محمد سيصار، أهلا أزاد، منى وعبير. ونمشوا مباشرة لعبير ورجع ذاكر المشاهدين بقواعد لعبتك. يلا اليوم هأسأل زميلنا محمد الغني عن التعريف. أكيد إنسان متميز وجدا طموح وناجح. نبغى نعرف من أكثر واحد يعرف محمد بشكل كبير، وحنبغى نشاركه حتى الناس معنا وأكيد يعطونا إجابات من خلال السوشيال ميديا. هنبدأ بأول سؤال لمنى. منى تسمعي فيها؟ نسمع فيه. معناها الجمهور لازم يجاوبوا مع منى، يعني يعرفوني كويس ولا ما يعرفونيش. يلا منى حنبدا باول سؤال ليك ولكل الجمهور. شنو هو يوم مواليد محمد الطيب الحقيقي اللي مسجل في شهادة الميلاد؟ اليوم ولا المواليد؟ ما نسمعش فيك منى. السنة ولا اليوم ولا المواليد؟ المواليد. يوم. المواليد. المواليد بس. اليوم يوم ميلاده يعني التاريخ. يوم الميلاد. شوفينا الناس لو جابوا منى معك. كان ما عرفتش انا نجاوب. لا. هنشوف الناس عرفت. نبوا اليوم. يلا منى. انت تبي اليوم ولا المواليد؟ انت في الثمانينات. في ناس تجاوب على تويتر صح قاعدة على هاشتاج سهرية. حتى نينا عرف محمد. مين فش على الهاشتاج؟ يلا. انت في الثمانينات يا محمد. انا نعرف. نعم. محمد الحقيقي يا ازاد. انا نعرف طبعا على تويتر. في هالبناس في هالبناس جاوبت. عماد البرطوع قال 1 اكتوبر، سلمى قالت 1 اكتوبر. في هلبة كاتبين 1 اكتوبر، بس الإجابة الحقيقية مش صح. 1 اكتوبر مكتوب في شهادة الميلاد متاعي 1 اكتوبر، بس أنا من مواليد 30 سبتمبر في آخر ساعة في اليوم، ولكن اضطروا في التسجيل أن يسجلوني يوم 1/10. هذه معلومة جديدة محمد، حتى أنا ما نعرفهاش. شفتي؟ ميزان الأم ميزان. حلو. يعني مو انت زيرو توا ما عرفتيش. انا مش العصام. حسب تبي المواليد. لا اليوم با. يلا نمشي العصام مع بعض. عصام كم لي محمد في البرازيل بالضبط؟ بالضبط. اعطيني بالضبط. تساليني انا كم؟ لحظه شويه بس لحظه. استعين بالجمهور. لا قاعد قلت ايه تمام. خلينا نشوف الجمهور شن قال. وانا انا بالنسبه لي انا عندي مش بيغشش اصلا. بيغشش. لا والله عندي الجواب. انا نقول لك بقول جاوب هي جاوب. سنه وشهرين. نشوف الجمهور شو يقول. شن يا عبير؟ صح مزبوط. مزبوط عصام، برافو عليك. خلينا نقرا تعليقات على تويتر هاشتاج سهريه. في الاحسان تقول سنه ونص غلط. في محمد دهيدية يقول 3 سنوات غلط. سراج يقول 9 شهور غلط. ماتسوديسا تقول سنة ونص غلط. يسرى
تقول سؤال على المواليد في شهادة الميلاد، لا هو السؤال كان مواليد الحقيقي. في فاطمة تقول ممكن 6 شهور، في هل بجاوبه غلط على تويتر؟ عصام انت اللي جاوبت صح. برافو عليك عصام. نمشي أزاد. اوكي أزاد، كم بلاد زارها محمد في خريطة العالم كلها؟ كم نعد به على الأقل. أنا وياك يا أزاد السؤال هذا نفسه. بريطانيا وأمريكا والفلبين وتايلاند ودبي الإمارات وتركيا وتونس ومصر والبرازيل وهولندا وتشيكيا وإسبانيا أنا أعطينا رقم يا أزاد، أعطينا رقم يا أزاد. الرقم يعني لازم تجيبوا. أنا تو سميت 11 لكن لا هم كده أكثر، أنا هادم اللي أكثر هم أزاد. أعطينا رقم. أنا محمد سميت هلبة دول أنت سافرت لهم يعني هلبة. لازم تعطي رقم، لازم تعطي رقم أزاد. 17 15 مازال نقطة وتولي جوابك صحيح، هي 18 بلد. والله انا توقعت 18 بلاد. بس محمد انا جاوبت مجموعة كبيرة صح ولا لا؟ جاوبتي الاسماء بس قالوا لك جيب الرقم يعني. باهي انا في ناس بتويتر من عندك عصام يعني. محمد دقيقة بس 18. محمد انا سمي لي 7 دول اللي ما سميتهمش. هولندا انت مشيت لهولندا؟ طبعا هولندا، مشيت امستردام ومشيت الجزائر ما الجزائر الجزائر ولبنان، مشيت لي لبنان. مشيت لبنان صح. لبنان باي هدو ماي 3 مازال 5 زيدي 5. سمي ما عرفش سميتي مصر؟ سميت مصر وتونس ودبي والامارات وامريكا والبرازيل والفلبين وتايلاند وتركيا وبريطانيا مالطا مالطا اوكي انا اسمع ما سميتيهاش خلاص العالم كله لفيته يا واسبانيا. شو جواب الجمهور شباب؟ انا نشوف الفيسبوك عندي فيها زهرة ابريل قالت 18 ماني اي واي قالت 18 لولي الترهوني قالت 18 احباب الله قالت 15 غلط ايمان امه قالت 18 بلد تقريبا الناس كلها عرفت وديان محمد كل الناس تعرف قديش سافرت يا محمد كل اجابات شكل مركزين اللي انا كتبها في الانستغرام اني اللي جاوبوا صح على تويتر سند جاوب صح في هلبا ناس جاوبوا غلط صراحه قالوا لي 45 دوله يا ان شاء الله باذن الله في بسمه امل جاوبت صح ايات الفرطاس قالت يا 18 يا 19 نحسبوها لك اجابه صح في البتول تقول ما شاء الله تقريبا يعني في هلا مش هالبنات جاوبوا صح عبير كان مازال في اسئله يلا بسرعه لان الوقت يلا هاي منى محمد عنده فوبيا من شني شو تتوقع الفوبيا اللي عنده من شني هو بصراحه يعني شخصيه محمد ما توحيش انه هو عنده فوبيا بالضبط بس ما فيش انسان ما عندهش فوبيا لا اكيد لا اكيد ما فيش واحد ما يعني ما عندهش تردد في شيء معين لا شو تتوقع ان اعطيك خيارات يا ريت عظيم لان ما اعتقدش انه هو عنده خوف من الزحمه ولا من الاماكن الضيقه هو الزحمه معنى الاماكن الضيقه صح برافو يا منى برافو عليك نحتسب لك نقطة. نشوف الجمهور. أنا من الأشخاص اللي ما نحبش نخش في مكان يكون ضيق زي الأسانسير مثلاً ديما نبي نتمنى نطلع منه بسرعة. لما مثلاً في طابور ما نحبش نوقف في طابورك يكون في ضغط في مكان مسكر. أنا من الأشخاص اللي يمكن أحس حتى التنفس بتاعي ما يبداش التنفس طبيعي لما أخش مكان ضيق. عبير حنكمله مع الأسئلة مش حنقدروا نقروا كومنتس لأن ما زال 4 دقايق بس من زمن الحلقة. السؤال اللي بعده يلا سؤال ليك يا أزاد محمد زار عدة مدن في ليبيا عدا مدينة واحدة شن هي؟ لا عالساحل عالساحل يا عبير عالساحل زرت مدن الساحل كلهم بالكامل إلا مدينة واحدة الجغرافيا هذه يا عبير اللي عطيتيها لي مصراتة مع أنك أنت من مصراتة ما عمريش سمعتك مشيت لمصراتة
لا مشيت لها من السنه تقريبا اربع مرات. خلص اوكي انا اسفه معنا. يلا عبير هو سرت. يلا بدي بس سرت سرت مدن سرت 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 مضبوط صح؟ شكرا. بعد نخذت خيارات. يلا عصام شو هي اكثر اكله يحبها محمد؟ سهل عاد. رشد رشد التفاح. مش ليبيه مش اكله ليبيه. تشيني مثلا اللي شوف لا الاكله الصينيه عصام الاكله اليابانيه بس على المستاك الاكله اليابانيه اللي قالها ولا مس اسمها مش الرامن لا 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 بايش هي اعطينا اسم بيعطيني خيارات سوشي هذا جوتي هذا محمد اي حاجه ياباني اعتقد انا السوشي يعني من الاشخاص اللي من نمشي البوفيه لازم نختار السوشي لان مرات نقدر ناكل البوفيه كله بتاع السوشي اه تحب شكلك بلش نشوفوا كم عدد اخوات محمد في الاسره كم عندهم كم عنده اخ عبير بسرعة ماش نقدروا نسأل يلا آخر سؤال لمنى آخر سؤال منى منى سألتيها مرتين خلاص أنا سمعت أعطيني خيارات بس عشان أجاوب بسرعة 8 ولا 6 ولا 4 8 ولا 6 ولا 4 6 لا 8 انا بنربح من محمد 8 يا زاد كل شيء جاوبت فيه مضبوط 8 انا محمد صديق من فتره طويله يعني اعتقد ان انا عارف عليه هلبة حاجات ممكن منى وعصام مازال ما يعرفوهمش عليه يعني ف اكثر واحده تعرف محمد ازاد بعدين عصام اعتقد يعني من الاجابات اوكي شكرا عبير على المعلومات الحلوه اللي فتين عليهم على محمد هل بناس يتفرجوا على محمد في التلفزيون ما يعرفوش عن قرب انا اليوم اول مره نعرف ان هو عيد ميلاده 30/9 مش 1/10 فهذا معلومه جديده نبوا بس نشوفوا طبق منى لان لازم نختموا الحلقه يلا شباب منى ورينا طبق تشوفي من جديد من جديد شباب وكل واحد على خمسه يلا منكم خمسه على خمسه عبير خمسة على خمسة عصام أربعة على خمسة معني مش شفتاش شوف يا عصام نبعتها على لا لا خمسة على خمسة محمد الطيب خمسة على خمسة هي عندي سؤال لمنى بس الحشو شن فيه بالضبط باش نعطيها تقييم تمام طبعا هو عبارة عن صدر الدجاجة شرايح خلاص حصة دجاج حصة دجاج الحشوة يا منى خمسة على خمسة خمسة على خمسة شكرا لكم شباب كده شكرا منى على الأكلة شكرا محمد على اللعبة الشريرة شكرا عبير على اللعبة الطيبة شكرا عصام على الموضوع وأكيد غدوة سهرية جديدة مع الشباب ومعكم أنتم أكيد مشاهدينا وشكرا لأنكم أنتم كل يوم تخلوا فينا رقم واحد ترند أو ترند رقم واحد على تويتر وكذلك شكرا لمسجاتكم على الفيسبوك وعلى الانستغرام تحياتنا لكم صحة سحوركم تصبحوا على خير